بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. لا زلنا في سلسلة الإعجاز العلمي من القرآن الكريم وربط آيات القرآن الكريم بخلق الله سبحانه وتعالى، بخلق الله سبحانه وتعالى، بحكم أن احنا في علم التشريح وعلم الأجنة. بس أنا بناشد زمايلي الأعزاء وأبنائي الأطباء بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. يا ترى إيه هو موضوع اليوم؟ المحاضرة السابقة كانت عن الخصية، وقلنا إن الخصية موجودة جوه كيس اسمه كيس الصفا. إيه هو كيس الصفا؟ لازال الحديث عن تفسير آية من سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يعني المسؤول عن تحديد الجنس البشري من ذكر أو أنثى إنها النطفة. إذا ما الرجل هو الذي يحدد المولود، ذكر أم أنثى؟ يا عم الحاج ما تظلمش مرات، ملهاش ذنب، هي ملهاش ذنب. طب ازاي؟ لا زال الحديث يا جماعه، احنا لسه في بدايه الحلقه، احنا لسه في حلقات مسلسله، انتظرونا ان شاء الله. كيف ماء الرجل يحدد الجنس سواء كان ذكر او انثى؟ كيس الصفان احنا قلنا ده الكيس اللي هو يحيط بالخصيه. الله سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ قول وفي انفسكم افلا تبصرون. الله عليك يا رب، يعني انت لما تيجي تدور على نفسك، لا، الله سبحانه وتعالى اعطاك نعم تستحق الحمد والشكر الى ما لا نهايه. نعمه امسك نعمه، بس امسك كيس الصفن ده اللي هي الخصه بتاعت حضرتك موجوده جواه. شوف ربنا سبحانه وتعالى اعطاك نعم فيها ايه. لولا النعم التي أنعم الله عليك في كيس الصفن ما كان هناك جنس بشري. شوف دقة الصنعة في كيس الصفن، في حاجات بسيطة جدا الله سبحانه وتعالى ملأ. لو ما عملهاش الله سبحانه وتعالى ما كان هناك بشر. ربنا بيقول كده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. حاجة بسيطة جدا في تركيب كيس الصفن هيخليك عقيم. سبحانك يا الله، ايه هي دي؟ تعالوا نشوف ايه الموضوع ده كده بالراحه. ادي الخصيه موجوده جوه كيس اسمه كيس الصفن. هذا الكيس عباره عن عديد من الطبقات تعادل طبقات البطن. اذا كيس الصفن اهو نازل مع طبقات البطن، طبقات البطن اهي 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 نازله عامله كيس الايه؟ كيس الصفن. يبقى طبقات كيس الصفن تعادل طبقات جدار البطن الامامي. لكن تعالى شوف انت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ القادر على كل شيء. شوف الايه في اخرها ليه؟ قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرا واناثا واجعل مشاعره عقيمه. اخر الايه ختم عليه، قال انه سبحانك يا رب انه عليم قدير، عليم بخلقه، قدير على صنع خلقه. من هذه القدره عمل ايه في كيس الصفن؟ رقم واحد ان طبقات كيس الصفن خاليه من الدهون. جدار البط الامامي يا حبيبي في دهنه. حضرتك لما بيحصل لك سمنة وجسمك بيزيد بطة كده كده والكرش، وشو بطة بقى، تخيل انت لو ان كيس الصفن ده فيه دهون، بس بالبلدي كده تتخيل انت كده فيه دهون، كان ايه اللي يمشي؟ كانت الناس انت ماشية شايلة كيس الصفن على ايديها كده، او شايلها كده، او مركبين حاجة من تحت شايلينه كده، ما هو تخن كيس الصفن كده. ده امره سهل يا سيدي، سهل. هل البس بوكسر يا بيه؟ هشيل لك كيس الصفر، سهله يا سيدي. لكن لا زال الله سبحانه وتعالى كده قال ويجعل من يشاء ايه؟ عقيم. ازاي يا باشا؟
انتظر 5 دقايق بس هتعرف مدى نعم ربنا عليك في حاجه بسيطه قد كده. تاني نعمه، هذا كيس الصفن الله سبحانه وتعالى حط فيه عضله. هذه العضله الموجوده لا اراديه، لا تتحكم فيها يا معالي البشر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في هذه العضله، حركه لا اراديه، انت ما تقدرش تقول لها يا عضله انقبضي يا عضله انبسطي. لا، هي مش عضله زي دراعك كده، انا ليه القدره هنا كده، دي عضله اراديه. عضله اراديه هعمل لها انقباض، هعمل لها انبساط، دي عضلات اراديه. اهو هحرك راسي، مش هحرك، دي عضله ايه؟ اراديه، انا بحركها بارادتي انا. لكن الله سبحانه وتعالى في عضلات لا اراديه زي عضلات القلب، لا اراديه، ما حدش يقدر يقف القلب بتاعه. ايضا الله سبحانه وتعالى عارف الحته دي مهمه، دي تحدد البشر، دي تحدد البشريه، دي تجعل الرجل عقيم، فحط العضله دي ايه؟ لا اراديه، عشان ما يتحكمش حد، يقول لي لا بقى انا مش عايز اخلف، مش هشغل العضله. الله سبحانه وتعالى لا يرضاه ذلك يا جماعه. سبحانك يا من خلقت فقد قلقلت. شوف بقى دلوقتي الدهنه اللي مش موجوده دي ايه قيمتها؟ والعضله الموجوده دي ايه قيمتها؟ بص يا سيدي، في بدايه علم الخليقه يا جماعه تكونت الخصيه داخل البطن. ارجع للمحاضره الماضيه في تكوين الخصيه. ثم نزلت الخصيه تدريجيا في قناه اسمها القناه الارهابيه حتى تستقر داخل كيس خارج البطن اسمه كيس الصفر. طب ليه يا رب نزلتها من البطن وطلعتها في كيس الصفن؟ قال لأن درجة الحرارة في كيس الصفن أقل من درجة حرارة البطن، وهذه درجة الحرارة هي الدرجة المناسبة لتكوين معالي السيد الحيوان. ليه يا ربي؟ قال لأن الخصة لو دنتها في البطن كانت درجة الحرارة في البطن عالية، الخصة تكون الحيوان من هنا هيموت من هنا، تاني يوم هيموت لان درجه الحراره عاليه عليه، اكنك دخلته فرن. فالله سبحانه وتعالى عشان خاطر درجه الحراره بره اقل من درجه حراره البطن، وهي درجه الحراره المناسبه لتكوين الحيوان المنوي، فنزل الخصيه داخل كيس الصفن خارج البطن. قال الخصيتين لا تستطيعان تحمل درجه الحراره داخل الجسم، لذا فإن وجودهما داخل كيس الصفن يضمن لهما التمتع بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم، صح؟ وذلك أيوة للحفاظ على إنتاج الحيوانات المنوية، وتاني وتجنب تشوهها عشان تبقى قادرة على اختراق البيضة زي ما نعرف في الحلقات القادمة. دي يا باشا، لو إن الدهنة دي موجودة بيه هنا، لو ان دهنه دي موجوده هنا كده هتخيل درجه الحراره دي عاليه، يبقى كانه ما عملش حاجه، وهذا لا يرضي رب الخلق. فعلشان خاطر كده جعلها خاليه من الدهون علشان الحراره يا بيه تبقى اقل من حراره البطن. انت عارف لو الدهون دي موجوده هنا كده هتبقى الحراره فيها اعلى من حراره البطن، هتموت الحيوان المنوي. سبحانك يا رب. يبقى مش فكره ان هي هتعلى وزن الكيس الصفن، ما هو يعني هيتقل ويعني هنجيب بوكسر، هنجيب حامل، هنجيب اي حاجه تشيله. لكن ايه الاهم؟ الاهم ان الدهن لما بيكون قليل فدرجه الحراره تبقى قليله، هذه درجه الحراره مناسبه لتكوين الحيوان المنوي، وده دقه الصنعه. وفي انفسكم افلا تبصرون، طبقات كيس الصفن خاليه من الدهون عشان الحراره في كيس الصفن ده انا اقل من درجه الحراره في البطن. طب تعالى العضله بقى، انت حبيب عمو في الصيف الجو حر شغل التكييف، في الشتاء الجو برد شغل الدفاية، شغل الصبة، شغل التكييف، شغل الهيتر على السخن. ده انت كده انزل تحت البطانية غطي نفسك البس كتير، ده التكييف. ما بالك بمن خلق البشر اللي أعطاهم فكرة التكييف، فعمل تكييف رباني، تكييف رباني في جدار كيس الصفن. شوف هذا التكييف الرباني، في البرد درجة الحرارة برد على الحيوان. يوم الله سبحانه وتعالى يعمل ايه في كيس الصفن؟ يجعله ينقبض العضلة اللي هي اللي إرادية دي تنقبض، ثم تطلع الخصية لفوق قربة من البطن علشان درجة الحرارة تكون مناسبة لمعالي السيد الحيوان. سبحانك يا رب. قالك في الأجواء الباردة
يتقلص قيس الصفر لتصبح الخصيتان أكثر قربا من الجسم. ليه يا ربي؟ وذلك بغرض الاحتفاظ بحرارة الخصية وإبقائها دافئة كفي الشتاء، وحمايتها لكي تستمر الخصيتان في إنتاج الحيوانات المنوية بشكل إيه؟ بشكل طبيعي. طب في الصيف الجو حر مش محتاج حرارة بقى، مش محتاج تدفئة، تم تنزل الخصية لتحت أهي، يحصل استرخاء للعضلة عشان الخصية تبعد عن جدار البطن، عشان درجة الحرارة تقل شوية عن الإيه؟ عن البطن. ألوى في الأجواء الحارة أو الدافئة تميل الخصيتان للتدلي أكثر إلى الأسفل، وذلك أن الجسم يرسل إشاراته إلى كيس الصفن للعضلة دي، العضلة لا إرادية، أنت ما تقدرش تتحكم فيها. لو النبي عضلة ارفع الخصية، والنبي عضلة نزل الخصية هنا ليسترخى عندما ترتفع درجة حرارة الإيه؟ الجسم. تكييف رباني، سبحان من خلق فأتقن الخلق. لذلك فإن كيس الصفن قابل للتغير مع درجات الحرارة، وذلك لكي يتمكن كيس الصفن من حماية الخصيتين والحفاظ على ثبات درجة حرارتهما. هنا خلي بالك، نداء إلى الشباب، نداء إلى الشباب، نداء إلى الرجالة. حبايبي حضرتك لما تيجي تلبس بوكسر ما تلبسوش من ألياف صناعية، من فضلك البسه قطن، للألياف الصناعية يا بيه هترفع درجة الحرارة. لما ترفع درجة الحرارة يا باشا هيبقى الجو غير ملائم لتكوين ليه الحالة المنوية. عملوا مبحث لقيوا بعض من أسباب العقم إن الشباب لابسين إيه؟ لابسين بوكسر من ألياف صناعية، ولابسين مناطيل جنس ماشي، وفي بعض بيلبس مناطيل من البلاستيك. هذه الجزء بيدفي الخصية يا جماعة، بيدفي الخصية، بتجعل درجة الحرارة في الخصية غير مناسبة لتكوين الحيوان المنوي، أو بيتكون وبيطلع عنده إيه؟ عنده تشوه زي قلته. لذلك بنادي للشباب والرجال، من فضلكم ما تلبسش بوكسر من ألياف صناعية، البس بوكسر من القطن علشان ما يأثرش على درجة حرارة الحيوان المنوي، درجة حرارة الخصية، يوم يأثر على الحيوان المنوي. ما تلبسش مناطيل بيه ستريتش، ما تلبسش مناطيل لازق على جسمك عشان تدي فرصة لدرجة حرارة الخصية، وترجع بعد كده تقول لي انا ما بخلفش ليه؟ طب ما تشوف انت في شبابك كنت بتهبط ايه؟ شوف انت كنت بتلبس ايه؟ لابس بوكسر يا بيه، يا بيه بوكسر من الياف صناعيه، بخلي درجه الحراره غير ملائمه، غير ملائمه، لغيت هذا التكييف الرباني اللي ربنا عمله لك. شفتوا نعمتين قادرين على خلق البشر واعدام البشر، اهو ان الخصيه خاليه من الدهون، ان بها عضله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فعلا القرآن يا جماعة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا الخلاصة بتقول إيه؟ تقول يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. إزاي؟ لسه احنا لسه في حلقات، احنا لسه يا دوب بنهيئ المصنع علشان يصنع معالي السيد الحيوان. احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش كيف يتكون معالي السيد الحيوان، وكيف يحدد معالي السيد الحيوان الذكر والانثى. ده احنا لسه في بدايه الحلقات، الحلقات مسلسله وطويله. انتظرونا دائما في كل خميس من كل اسبوع بفيديو جديد. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعلهم من يشاء ايه؟ عقيم. اهو يا جماعه، تخيل انت لو ان كيس الصفن في دهن، تخيل انت لو ان كيس الصفن ما فيهوش العضله دي، كان شاء لك هذا العقم. شوف الاخر اللي هي قال ايه، انه عليم قدير. اذا الهدف كله ايه؟ بص 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 بص، خليك معايا بالله، لا تترك معايا. بص 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 بص، يا خراشي يا خراشي، يا جمالي يا نوي، حبيب عمه، اللهم اعط كل محروم، اللهم ارزق كل محروم يا رب. شوف شوف شو الولد وجماله. واخيرا قبل ما انسى، بناشد زميلي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشير لينك القناه على الجروبات عندكم حتى تعم الفائده للجميع، وجزاكم الله خيرا. واخيرا
أشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.